ونشوف مين ديمش. ايه ده ايه ده؟ حضرتك ممنوع تدخلي هنا. انا جميلة. جميلة؟ يا نهار ابيض، انت اللي عمل فيكي كده؟ دي جميلة يا استاذ شادي. معقولة؟ جميلة؟ ازيك يا جميلة؟ ازيك يا شادي؟ نورتي الأوبرا. اشكرك. دي جميلة يا جماعة، أحسن باليرينا كانت عندنا. حيوا معايا يا جماعة. جميلة. بصي يا نوران، أنا مفيش بيني وبينك لا خير ولا شر. طبعًا. أنت بقيتي حاجة وأنا بقيت حاجة تانية خالص. سيبنا شوية يا مان. مبروك عليكي على اللي أنت بقيتي فيه. وأنت كمان. مبروك على اللي بقيتي فيه. بصي أنا مش هعطلك كتير، أنا كنت عايزة أسألك على حاجة معلومة يعني كده عرفتها امبارح. فكنت عايزة أتأكد منك. اتفضلي. معلومة إيه؟ حضرتك إحنا عايزين ناخد البنت نغديها بره، نفسيتها تعبانة وكده يعني. ده بعد إذنك، مش لازم نحكي لك قصة حياتنا يعني. وليه مامتها ما جاتش تاخدها؟ عشان مامتها عندها شغل كتير قوي مش فاضية. أصلا المفروض إن اللي بيجي ياخد الطفل أو الطفلة حد معين مش حد غيره، وفي حالة عيشة مامتها جميلة هاني. يا فندم حضرتك عارفة إن أنا دكتور هشام والدها. طبعا يا فندم، بس دي رولز هنا. رولز إيه حضرتك؟ اب جاي ياخد بنته يتغدى بيها بره، ايه المشكله في كده؟ حضرتك مزودها قوي بصراحه. ايه الاوفر اللي حضرتك فيه ده؟ خلاص يا ليلى. اهلا اهلا اهلا. انت عارفه ان انت اغلى حاجه في حياتي ولا لا؟ عارفه. انت عارفه ان انت اكتر واحده بحبها في الدنيا ولا لا؟